صدى أقلام جديدة، أهلا بكم أينما كنتم. نرصد فيها أبرز ما كتبت الصحف العراقية والدولية، ونبدأ من أهم العناوين. جاء في المدى: تحذيرات من جفاف دجلة والفرات، وإيران غيرت مجرى الروافد فأصبحت الإيرادات صفرا. شفق نيوز تقول: العراق حديث عن تأجيل الانتخابات وإعلان حكومة طوارئ. ونتصفح في عربي 21: مستوطنون يقتحمون الأقصى ودعوات مقدسية للاحتشاد. ونطالع في العربي الجديد: بلينكن: لا مؤشر بعد على امتثال إيران لشروط نووية من أجل رفع العقوبات. وجاء في الغارديان: الاحتلال تعرض لكارثة استراتيجية ولا يمكنه خداع أحد. وفي الاندبندنت نقرأ: إسرائيل استخدمت مكونات عسكرية بريطانية بقصف غزة. وجاء في واشنطن بوست: من فيرغستون إلى فلسطين، حياة السود مهمة غيرت النقاش الأمريكي بشأن الشرق الأوسط. نبدأ الصدى هذا اليوم من العرب اللندنية. عراقيون يطلقون عدة هاشتاغات على مواقع التواصل الاجتماعي، معلنين بدء العد التنازلي لاستئناف انتفاضتهم التي ستنطلق في ساحة التحرير ضد استهداف الناشطين، بحسب ما جاء في تقرير لصحيفة العرب اللندنية. أطلق عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي عدة وسوم على غرار كن مع الثورة، والعراق ينتفض، وتصعيد 25 أيار وأيار ثورة الأحرار، معلنين بدء العد التنازلي لاستئناف انتفاضتهم. وصرح الناشط حميد جحجيح بأن هناك تحشيداً لاحتجاجات تنطلق في ساحة التحرير وسط بغداد يوم 25 من مايو الحالي ضد استهداف الناشطين وللمطالبة بالكشف عن قتلتهم. ويقول جحجيح إن اغتيال إيهاب الوزني هو استمرار لمسلسل قتل كل مخالف في الرأي وكل من يتصدى لتصحيح مسار هذه الدولة. وأضاف أن الوزني لن يكون الأخير، لأن خوف هذه المجاميع المسلحة من صوت الناشطين سيدفعها لقتل المزيد. وأدت حادثة الاغتيال إلى عودة الاحتجاجات في مدن جنوبية عدة، وهاجم المحتجون مقر القنصلية الإيرانية في 9 مايو، وأضرموا النيران في عدد من الغرف الملحقة بمبناها. ويحشد عراقيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي لاحتجاجات شعبية في العاصمة بغداد ومحافظات أخرى في الوسط والجنوب، وذلك بعد عمليات الاغتيال المستمرة التي تستهدف المشاركين في الاحتجاجات الماضية. إذن لا صوت يعلو فوق صوت التحشيد للاحتجاجات في العراق على مواقع التواصل الاجتماعي في وقت تستميت فيه الميليشيات لإجهاض الاحتجاجات المرتقبة يوم 25 من مايو الحالي. لنتصفح في المدى، حيث جاء فيها: يحذرنا برنارد شو في معظم أعماله وخطاباته من الألاعيب التي ترافق أصحاب السلطة ومن المعارك التي تجري بأوامر من رجال يفتقرون الكثير من الحكمة، ويعلمنا أن الإنسان يتحول في ظل التعاليم الجاهلة إلى جزء من آلة. وذات يوم كتب مقالا يسخر فيه من تشرشل، الذي قدم قانونا للبرلمان يمنح مكافآت وإعفاءات ضريبية لكل بريطاني يغسل واجهة بيته. وكان عنوان المقال: من ينظف سخام القلوب يا عزيزي، من ينظف فساد السلطة في العراق. مقال للكاتب علي حسين في صحيفة المدى. أمضى ساستنا 18 عاماً يجلسون على الكراسي وهم يعلنون للعالم نظرية جديدة خلاصتها أن الديمقراطية لا تعني محاسبة الفاسد والسارق. أرجو ألا يظن أحد أنني أحاول أن أعود في كل مرة إلى سيرة بناة الديمقراطية العراقية الحديثة، وأن جعبتي خلت من الحكايات إلا حكاية أصحاب الشعارات، ولكنني أيها السادة أحاول القول إنه لا شيء يحمي الدول من الخراب سوى مسؤولين صادقين في العمل وفي الاعتراف بالخطأ
وإلا ما معنى أن يخرج علينا مسؤول كبير متأنقاً ومتعطراً ليقول لنا إن الفساد سرق من جيوب العراقيين 1,000 مليار دولار عداً ونقداً، لكنه يرفض أن يدلنا على هؤلاء الذين هربوا مئات المليارات خارج العراق، فيما مسؤول آخر كبير ارتدى السدارة من أجل أن يردد مع عزيز علي أن باب البلاد مفلش مهدم والحرم يتحوف، وأيضاً لم يذكر لنا من هم هؤلاء الحرامية الذين سرقوا بستان العراق. علي حسين يعقب قائلاً: نتمنى على السادة المسؤولين الأفاضل الكبار أن يصارحوننا بأسماء الفاسدين والسراق ويخبرون الناس من هم الذين لطشوا أموال الكهرباء والفائضة من الموازنات، وأين ذهبت دولارات الصفقة الروسية، وماذا عن الذين يديرون الآن عشرات المليارات من أموال العراق المسروقة في مشاريع تجارية وصفقات سياسية. نطالع في عربي 21: ما مصير الفصائل الولائية بالعراق بعد تخلي إيران عنها؟ تقرير نشره موقع عربي 21، وجاء فيه: في ظل التقارير الغربية التي تحدثت مؤخراً عن تخلي إيران عن الفصائل القوية الموالية لها بالعراق والذهاب إلى تشكيل مجامع نخبوية صغيرة، برزت تساؤلات حول مصير تلك الفصائل خلال المرحلة المقبلة. وتعليقاً على الموضوع، قال الخبير الأمني والسياسي العراقي مهند الجنابي لعربي 21 إنه بعد مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني تغيرت العلاقة بين إيران وبعض الفصائل العراقية، لا سيما التي لديها تمثيل في البرلمان مثل منظمة بدر وعصائب أهل الحق ومن على شاكلتهما. أما الفصائل الأخرى التي لا تمتلك تمثيلاً سياسياً فهي لا تزال على ارتباط كامل بإيران ولا تخرج عن طوعها، ومن هذه الفصائل ميليشيات كتائب حزب الله والنجباء وغيرهما. إيران تسعى للسيطرة على قرارات البرلمان العراقي من خلال حلفائها الذين سيخوضون الانتخابات، لأن التشريعات والقرارات المهمة مثل إخراج القوات الأمريكية وتخصيص الأموال تخرج من المؤسسات التشريعية، وهذا يمثل تحدياً لإيران خلال المرحلة المقبلة. الفصائل الكبيرة أصبحت في ظل التردي الاقتصادي الذي تعيشه إيران هي من تمول الأخيرة وليس العكس، عن طريق المنافذ والمعابر الحدودية والتهريب، وكذلك تأثيرها في القرارات الاقتصادية ومنح العقود للشركات الإيرانية. ما تسرب لوسائل الإعلام الغربية بشأن تخلي إيران عن فصائل كبيرة في العراق ربما يكون للتسويق الإعلامي في ظل المحادثات التي تجريها مع السعودية والولايات المتحدة. طبعاً أيها السادة، خلال الأسبوع الجاري توالت التقارير الصحفية عن تراجع سيطرة إيران على الميليشيات الولائية، فقد كشف تقرير لوكالة رويترز عن تشكيل إيران لمجموعة مقاتلة سرية تضم مئات المقاتلين الموثوق بهم من بين كوادر أقوى الميليشيات المنتشرة بالعراق بعد تراجع شعبية الميليشيات الولائية في الشارع العراقي. جاء في القدس العربي: بيرق دار التركية في أجواء أوروبا، تحولات استراتيجية وارتدادات شديدة في روسيا وأوروبا والناتو في نفس الوقت. في بداية العام الجاري قال وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى وارانك إن الطائرات المسيرة التركية ستحلق قريبا في الأجواء الأوروبية، في تصريح غامض فتح الباب واسعا أمام التكهنات حول الدولة الأوروبية التي يمكن لها أن تقدم بالأحرى على شراء أسلحة تركية متطورة. هذا الغموض لم يدم طويلا، حيث أعلن وزير الدفاع البولندي ماريوس بلاشزاك أن بلاده سوف توقع رسميا على عقد لشراء 24 طائرة مسيرة تركية قتالية من طراز بيرقدار. على الرغم من أن بولندا لا تعتبر أول دولة في العالم تشتري المسيرات التركية، إلا أنها أول دولة تعتبر من صلب المعسكر الغربي، وهي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي نيتو،
كما أنها دولة مجاورة لروسيا، ما يتوقع أن يؤدي إلى ارتدادات وردود فعل وحسابات في كل من روسيا والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، ويجعل منها صفقة دفاعية غير عادية تحمل في طياتها أبعادا استراتيجية هامة. على صعيد الاتحاد الأوروبي، فإن لجوء بولندا إلى ترجيح اقتناء المسيرات التركية على العديد من دول الاتحاد الأوروبي التي تنتج مسيرات قتالية سيفتح الباب أمام نقاشات عميقة داخل أطر الاتحاد، الذي وجه انتقادات حادة لاستخدام المسيرات التركية في ليبيا وسوريا وكاراباخ، كما أنها ستعتبر نقطة تحول استراتيجية بالنظر إلى أن الاتحاد الأوروبي الذي ما زال حتى اليوم يلوح بشكل مستمر بفرض عقوبات على تركيا ووقف تصدير الأسلحة إليها، باتت دول منه بحاجة إلى شراء أسلحة تركية متطورة أثبتت تفوقها في ميادين مختلفة. ولا تتوقف ارتدادات هذه الصفقة عند حدود الاتحاد الأوروبي والناتو فقط، بل تمتد كذلك لتصل إلى روسيا التي كانت تعتبر بولندا أحد أبرز حلفائها في الاتحاد السوفيتي قبل أن تتحول إلى المعسكر الغربي، كما أنها تعتبر دولة حدودية بشكل غير مباشر تفصل بينهما فقط بيلاروسيا، ومن شأن اقتنائها أسلحة متطورة أن يشكل ذلك إزعاجا كبيرا لروسيا. أشارت صحيفة واشنطن بوست في تقرير لها إلى الدور الذي لعبته حركة حياة السود مهمة في تغيير النقاش الأمريكي حول الشرق الأوسط، وفي تقرير بعنوان من فيرغسون إلى فلسطين أعده شون سوليان وكليف آر واتسون، قال في إن ناشطي حركة حياة السود، طبعا للتنبيه هؤلاء كاتبان وليس كاتبا واحدا فقط، حيث قال إن ناشطي حركة حياة السود مهمة خرجوا إلى الشوارع في إنديانا بوليس تضامنا مع الفلسطينيين وفي الكونغرس، قرنت مشرعة قضت حياتها في حركة حياة السود مهمة المواجهات التي شاركت فيها مع الشرطة بتلك التي واجهها الفلسطينيون، وقالت في تغريدة لها انتهى وقف إطلاق النار لم ينتهي العنف. ففي ذروة الأعمال العدائية، دعا المنظمون لحركة حياة السود مهمة إلى تحرير الفلسطينيين بعد 6 أعوام من زيارة لهم إلى فلسطين زرعت في أذهانهم بذور التحالف الحالي. وردت حركة حياة السود مهمة التي تطورت إلى قوة سياسية وسط الاحتجاجات العرقية وبقوة على العنف في الشرق الأوسط، ووسعت من تأثيرها على السياسة الخارجية للحزب الديمقراطي ودفعته لتبني سياسة مختلفة عن التقليدية في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني. مهما كانت نتيجة النزاع في المنطقة، فقد غيرت وبشكل واضح النقاش حول إسرائيل الفلسطينيين في الولايات المتحدة، وحولته من كونه مزاعم قديمة مثيرة للإرباك إلى أمور معروفة حول وحشية الشرطة والنزاع العرقي. وقالت مدينة عبد الله المؤسسة المشاركة لفرع لوس أنجلوس لحركة حياة السود مهمة: نفهم أن تحرير السود في الولايات المتحدة مرتبط بتحرير السود حول العالم وبتحرير المستضعفين في كل أنحاء العالم، وأضافت أن التضامن مع الشعب الفلسطيني هو جزء من عملنا في حركة حياة السود مهمة ومنذ نشوء المنظمة. طبعا بعد أن عد الكاتبان شون سوليان وكليف آر واتسون هذا التقرير، يرى الناشطون في حركة حياة السود مهمة أن التحالف مع الفلسطينيين طبيعي، فالشرطة الإسرائيلية تقوم بترويع الفلسطينيين بنفس الطريقة التي تسيء فيها الشرطة الأمريكية إلى السود العزل وتهاجم المحتجين. نطلع في الاندبندنت: إسرائيل استخدمت مكونات عسكرية بريطانية بقصف غزة. كشفت صحيفة الاندبندنت البريطانية أن تجهيزات عسكرية بريطانية قد استخدمت في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة في الاعتداءات الأخيرة، واستندت الصحيفة لأدلة جمعتها حملة مناهضة تجارة الأسلحة، وأكدت أن مكونات وقطع عسكرية بريطانية الصنع استخدمت
من قبل القوات الإسرائيلية في تنفيذ ضربات جوية على غزة. تساؤلات من نواب بريطانيين طرحت في الأيام الماضية عما إذا كانت الأسلحة البريطانية والطائرات المسيرة التي تصنع في بريطانيا قد استخدمت في قصف قطاع غزة، مطالبين بحظر بيع السلاح لإسرائيل وفرض عقوبات دولية عليها. وثار الجدل سابقاً حول المكونات البريطانية في طائرة F-16 والتي استخدمت في قصف غزة عام 2009، عندما كشف وزير الخارجية البريطاني الأسبق إيد ميليباند عن المسألة. من جهتها قالت حملة مناهضة تجارة الأسلحة إنه خلال الأسبوعين الأخيرين قتل مئات الأشخاص وتفاقمت الأزمة الإنسانية في غزة. وقال الناشط في الحملة أندرو سميث: الحكومة تخبرنا بأنها تشعر بالقلق، لكنها فشلت في القيام بالحد الأدنى ورفضت باستمرار تقديم إجابات واضحة عن أسئلة بسيطة للغاية حول ما إذا كانت الأسلحة المصنعة في المملكة المتحدة تستخدم من قبل إسرائيل أم لا. من جهته قال مدير برنامج الجيش والأمن والشرطة في منظمة العفو الدولية أوليفر فيريسيبريتش: حتى إجراء مراجعة كاملة لمبيعات السلاح البريطاني للمنطقة على الحكومة تعليق صادرات السلاح لإسرائيل أو أي بلد ثالث يمكن أن يستخدم المكونات البريطانية للانخراط في صادرات السلاح لإسرائيل. وبعيدا عن السياسة، الفلسطيني نظمي الدحدوح يبلغ من العمر 70 عاما يجلس أمام الخيمة التي أقامها فوق أنقاض منزله الذي دمر في الغارات الجوية الإسرائيلية الأخيرة على مدينة غزة. وعقب 11 يوما من العمليات العسكرية بدأ سريان وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، إذ أعلن الجانبان قبولهما مقترحا مصريا لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ يوم الجمعة الماضي. متابعة ممتعة مع الكاريكاتير. إلى اللقاء.